من بصراحه انه صراحه انه معذور والله العظيم يا حركتنا انما الام سنه بصراحه جينا الصدق يعني بس انه باقي نص ساعه باقي خمس دقائق قضينا ما شاء الله الحمد لله والله انه صادق والله باقي خمس والله انه صادق الجيد الثاني تكفى تكفى خلينا نضف قلبك تعال يا كاتاي والله العظيم من بدي عليك والله لا انا اقول بيض الله وجهك احذر احذر احذرت اخاوي لك بالله يا اخي نلحس اخر شيء مسعود هل ادخل داخل تفاهم لا عفوا شو اسمه مجيد اصبر اصبر ليش تخرب جهتي الثاني انتم شو عشانكم شو وضعكم معي تخربون الصوم تخربون الجلد جاكيتاتك مرتبه اي والله انتم اللي تحركون اكثر اللي تحركون الشباب اللي ما يوم من برا الصراحه جو قيمه كان جو اوروبي بالله اعطنا فوق المراجل قيمه علشانك علشانك يلا علشان نظفنا وخلينا طيبين واشتغلنا اليوم ونستاهل نستاهل منك يا ابو كاتب يا ابو كاتب عطنا علشانك علشانك يا الله وصلها مليون يا دلع يلا يلا خلاص فارس ما تكسر ظهرك والله ما تحركت والله تعال خلاص خلاص يا لسوف أور فارس 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 تعال بترحل مجيد تعال تعال بالله عليك بروح تنظف خلاص تعال بس اظهرك بس تعال اظهرك بس اظهرك بس تعال اظهرك بس تعال قضينا يا ولد اظهرك والله والله اظهرك يا ولد قضينا والله باقي اظهرك انت من ضمن الخصم اذا ما نظفناك تعال يا ولد انت بمويه لا تكفى الله يرحمك خلاص استرك بالله العظيم خلاص يكفي يا رجال خلني انا اظهرك بس نظفت خلاص اظهرك والله اظهرك بس بس اظهرك تعال تعال عشان ما تسك فيك شفت بارك الله فيك ساري الليل مدي وين ديرتي كل ما شفت رجم قلت هذا جكيتي ساري الليل مدري وين ديرتي كل ما شفت رجم قلت هذا جكيتي لا صديق يسلني وانا بوحدتي لا رفيق يصبرني على هذا النصيب ها محمد سيد ليش ما نظفت هذه؟ محمد سيد تعال خذ هايدي تعال تعال خلنا نمشي عشان ما تطيح تفوش ها ساري الليل مدري وين هي ديرتي كل ما شفت رجمن قلت راه قلت راه طيب لا صديق يسلني وانا بوحدتي لا رفيق يصبرني يا خير تعال تعال عندي فكرة حلوة تعال 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 شو شو لا نعم نعم هي 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 فول يلا نلعب بابي عشان ننظف كذا شو شو عندي فكرة هذا تنظيف عشان شوف هذا هذا عشان شوف هي نظفت مستانس بس بعض الناس تنظفوهم زعلانين نظفت مستانس لا تتكل ولا تستانس لا تتكل ولا تتعصب تعال شوف هذا بابك حلو وبابي هناك اصبر لا 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 يا كابتن كابتن غلط غلط شوف نلعب الاصبع حلو شوف وننظفها شوف كيف انظف شوف عندي افكار انا للتنظيف ترى ترى انا دائما اقول ليش؟ افكار نجوم يا فارس تسبح تسبح لاي شوف تعال اللي يقطع الكوره ها عشان ننظفها صح شوف عبد المجيد حكم حكم تعال حكم تعال حكم ايش وين هذه؟ مجيد هذه خطر الإدارة هذه خطر مو صفيرة تعال تعال شوف شوف مجيد سبح في الإدارة شكلك بتسبح شوف 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 اللعبة شوف طيار المياه الحم واحدة لا يا أخي كلها اثنين نفسها 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 هذه حقتي خذ واحد حقتي عبد الله يا والله ما تبقي وقت خلينا نلعب عشان ننظف هذه خلاص نظفت أصلا بس يلا عاد أنا سبحان الله ما جل اليوم البس شتوي لو لابس أبيض ما بان شوف شوف كذا وقعد امسح يلا ناول ناول وانت تمسح يلا وانت تمسح العب وانت تمسح يلا شوف شوف
عرفت اللعبه هذه حقت الثلج؟ ايه يلا عرفتها. فارس باص كمل جول جول عبد المجيد. شوف اللعبه حقت الثلج عرفتها؟ سوي حركه اللي يجيبون كتف كتف يطيحون عندهم. شوف شوف لعبه الثلج عبد المجيد. لعبه الثلج هذيك عرفتها زيك؟ شوف عجبني جوكم والله. الكرة معك ايش اسمه ايس سكاي. والله ما شفت انذل من حمد المسعود رد عالته وحيشن عالتي. والله ما شفت انذل منه. حب لي اخيك كما تحب لي نفسك يا مسعود. نعاله شو السمون شو السمون. هذا مجلة بداية. هذه مجلة بداية ستار سادس. يلا عنده 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 عنده. شوف ايمن وين تحط لازم تجيب الكرة بالكرة يودع ناول ناول. مايك 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 ابو كاتم يرضيك ودي المستشفى. لا 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 هذا ابو كاتم ودي المستشفى بكره رجعني على الساعه 11 خلاص عشان ايه وبكره استقبال ذكر عبد الرحمن يمطح. نظف بيدينك الثنتين ولا تتغذى كله ولا تمل ولا ثلاث ايام يا عرج ايش فيك؟ قال والله رجلي الله يذكره بالخير. لا تدري ليش؟ هو ماخذ اصابه اقساط. ذب ما يفهم الله يبلوك. خلاص كذا اسمعوا استانس اسمعوا اسمع الربع ولا تمل اسمع الربع اسمع الربع. ابو كاتم ابو كاتم حبيبي عبد الله شوف كذا نظفنا وحنا اسفين. الفلتر الفلتر لكن انا لا اصبر الرساله هذه محمد محمد كاتب. طبعا ابو كاتب ابو كاتب الله يجزاك الخير اسفين شفنا نظفنا حلو خلاص. لكن اللي بقول لك يا ابو كاتب رساله انا طحت قدام العالم عبد الله بن دفنه يا محمد محمد خلوه يتكلم برساله هذه خلنا نتكلم برساله هذه. احنا اخطينا احنا اخطينا والحمد لله لكل حال واسفين. لكن الشيء اللي بقول لك عليه انا طحت قدامك وقدام المشاهدين حلو. ما شفتوه؟ لا لا انت تشوف انت تشوف نفسك هادف. من اللي تشوف نفسك هادف؟ انا طاح اصلا. دقيقه دقيقه تشوف نفسك هادف انت؟ والله انك دامر انت تدمر تدري قبل لا تجي من المستشفى كنا عصافير عصافير تمشي بندر علي قاعد يذاكر انتساب ودائما فجأة دخلت انت. والله كان عندك مسابقة حلوة. والله كانت مسابقة حلوة عبر المباراة ما راح الهدف مسابقة بنص لا وكله فاتحين الامريكي مسابقة سوا نأمن هذا مأمنين امانة. والله اني جاي انت بقلبتني والله ورشيتي بالمويه طالع. والله رد رد عليكم رد قوي ترى يا شيخ اقسم بالله ابي انسى افرض فوق مع عبد المجيد ترى ما ليش اوقف افا يا رجال ما فيها يا رجال قلت لكم لكن يا العلم ساكن قلب علي قلب علي هو متعشي انا وياه خان العشره اللي بيننا العش والملح تدري تعشر وياه جيتك انت اكلي دقيقه دقيقه اخر ما يتكلم عن الخيار انت تدري 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 هتلر ايش يقول؟ يقول انسى تكلم ولا لا؟ انا اليوم كله جاي قر 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 دومي جاي المستشفى انا دومي جاي من داخل. اسمع هتلر يقول هتلر يقول يسقط العظماء بالخيان وانت خنتني يا خاين. عيال تذكرون الصبح هذا احمد السعي عيال ما تذكر هذا الصبح قابلت احمد السعي عشان ما كنت برد الحليب بدي تسوي تشك 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 بالخبز الصامولي